السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخير يلي معانا. النهاردة عندنا فكرة حلوة قوي في مطبخنا، في مطبخ هالة، هنشتغل عليها إن شاء الله تعجبكم وتعملوها في البيت بمنتهى السهولة. قبل ما ندخل في فكرتنا عايزة أشكركم على كل الكلام الجميل وكل الدعوات الحلوة اللي قلتوها لي وكتبتوها لي، سواء على صفحة قناة النهار أو على صفحتي، صفحة المطبخ اسمها الشيف هالة فهمي بالعربي. بجد امبارح الناجتس لقت إقبال غير عادي، اتبعت لنا تطبيقات على رسائل الصفحة، تطبيقات كتير جدا. ربنا يبارك في الوقت النهاردة ونحاول نعرض كده جزء بسيط وتشوفوا الناجتس طالع من إيديكم عامل ازاي. زي ما امبارح طلعنا سر الناجتس بتاع الشركات، النهاردة كمان هنعمل الطحينة الخام في البيت على ايدينا كما ينبغي، اللي هي الطحينة الأصلية. هنعمل طحينة الشركات اللي هي ما بيضيفوش عليها اي حاجة ولا دقيق ولا غيره، بيبقى السمسم بس بيطحن في مطاحن كبيرة عاملة زي الحجر كده، بيطحنوا السمسم بين الحجرين دول، بتقل طبعا رهيب جدا، فالزيت بتاع السمسم هو اللي بينعم السمسم ويطريه بدون أي إضافات. دي الشركات العالية، الشركات اللي بتتعامل يعني بضمير وموجودة طبعا في السوق، بس بتبقى المنتج بتاعها غالي. فاحنا النهاردة هنعمل نفس الفكرة إن شاء الله على أيدينا بإمكانياتنا. دي فكرة. الفكرة التانية جاي لكم في الطريق من مصانع الطحينة، الطحينة الخام، جاي لكم في الطريق فكرة الطحينة البودر. هنعمل طحينة بودر النهاردة مع بعض وتتحط عندك في برطمان وتستعمليها. هنعمل الطحينة الخام ازاي بتاعت المصانع، هنعمل الطحينة البودر ازاي، الفكرة الجديدة اللي بعد كده هتبقى مالية السوق وهتبقى موضة، الاتنين دول ان شاء الله هنعملهم مع بعض. يلا يا جماعة، الحاضر يعلن الغايب، تعالوا نشوف الطحينة البيتي هنعملها ازاي مع بعض. نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. الطحينة البودر بتاعتنا اللي هي دي هتبقى عبارة عن ايه؟ كوباية سمسم ابيض ني ما تحطش على النار خالص، بتشتريه كده، وكوباية سمسم محمص برضو بتشتريه كده، مش انت اللي محمصاه في البيت، ماشي، ونص كوباية دقيق. ايه ده بس كده؟ ايوان، لاحظوا حاجة، كوباية كوباية نص، كوباية كوباية نص، ده المعيار المظبوط عشان تطلع معاكي طحينة بودر في منتهى الجمال. انتوا مستغربين الاسم، مستغربين الفكرة، هنعيشها دلوقتي مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. طيب طحينة المصانع، الطحينة الاساسية عبارة عن ايه؟ المقادير التانية نفس الحكاية برضو، كوباية سمسم ابيض ني، كوباية سمسم محمص، وهيبقى عليهم كوباية زيت هيبقى معانا في الخلاط. تاني، كوباية سمسم أبيض ني، كوباية سمسم محمص جاي لي محمص جاهز، وكوباية زيت ما فيهاش دقيق. الدقيق أنا واخداه للطحينة البودر لغرض معين هنتكلم عليه، لكن الطحينة المصانع الأصلية هي سمسم بس، والمفروض ما يتحطش عليها زيت، لان في المصانع زي ما قلت لكم من التقل وطحن السمسم هو بينزل الزيت بتاعه، لكن احنا هنا ما عندناش الامكانيه دي، فعشان كده هنزودها شويه زيت مش اكتر من كده. يبقى الطحينه الخام الاساسيه انا عرفت ان اصلها سمسم بس، ليه حاطه سمسم ني وسمسم محمص؟ اذا عرف السبب بطل العجب. يعني ايه الكلام ده بقى يا استاذ احمد؟ جمله مش هعرف اقولها تاني بتطلع مرة واحدة بس ليه السبب؟ ليه ما عملتش كله محمص؟ ليه ما عملتش كله ني؟ عشان اكسب طعم الاثنين على بعض وما اضطرش احطهم على النار احمصهم زي ما كنا بنعمل قبل كده، واشتكيتوا بحط السمسم على النار الطحينة بتمرر، الطحينة لونها مش عارف اغمق، الطحينة، كل المشاكل اللي حصلت قبل كده النهاردة ان شاء الله هنتفاداها مع بعض بالطريقة دي. سمسم محمص وسمسم ني وما بيتحطوش على النار يتخلطوا على بعض، قد ايه بيديكي طحينة طعم وريحة وقوام في منتهى الجمال بإذن الله. هنعمل ايه بقى؟ أول خطوة هتكون عندي واحدة في الاتنين، إن أنا أحط نوعين السمسم على بعض وأطحنهم في مطحنة الخلاط، مش هحطهم في شفشق الخلاط على طول، لازم أحطهم في المطحنة هي اللي هتديني نعومية للسمسم. الخطوة دي واحدة في الاتنين وده اللي هنقوم بيه دلوقتي. يعني هعمل ايه؟ الأول هحضر بولتين، بسم الله، ادي بولة هنا وبولة هنا، امشوا معايا خطوة خطوة. وادي مطحنة الخلاط هحط فيها السمسم المحمص زي ما اتفقنا بالراحة كده، والسمسم
الني والمقادير بتاعتنا مقادير تكون متوازنه بالشكل ده. يبقى انا دلوقتي اللي حطيته هنا سمسم ني وسمسم محمص على بعض، ولسه عندي كميه تانيه نكملها ان شاء الله. يلا بينا نطحن. هوجع دماغكم النهارده شويه، انا اسفه جدا بس لازم نعمل كده. يلا بينا، بسم الله. اول ما الاقي المطحنه صوتها عالي اعرف على طول انها وصلت لايه، لمرحله يا اما عايزه تتقلب يا اما بتقول لي انا شكرا كده. بالراحه خالص خالص خالص. بصوا اروح كده منزله كل اللي على الحروف ده بهدوء كده، ونجيب معلقه ونقلب اهو، وندي طحنه كمان. مطحنه الخلاط مهمه، الناس اللي تقول لك حطي السمسم في شفشق الخلاط على طول مش هتطلع الطحينه ناعمه معاكي كما ينبغي، وممكن كمان السمسم ما يطحنش كويس. مره كمان وخلاويص. يلا بينا، بسم الله كده. كده زي الفل. بصوا النعوميه بقى باودر، والريحه في منتهى الجمال. اللي هو ايه كده دلوقتي اللي انا طحناه، لو حد لسه فاتح معانا، نوعين سمسم على بعض. بصوا النعوميه شايفين، مش هيديكي القوام ده والنعوميه دي غير مطحنه الخلاط، ولا حتى الكبه. اوعي تحطيه في الكبه، المطحنه هي اللي هتديكي النعوميه بتاعتنا دي. شايفين ازاي؟ وهتشمي الريحة بقى دلوقتي وانت واقفة، الله أكبر عليها. يلا بقيت الكمية زي ما قلت لكم النهاردة، معلش استحملوني شوية في صوت المطحنة والطحن لأن ده أساسي معانا. بقيت الكمية معايا، يلا أهو ماشي يا فندم. دي بقيت الكمية، بقيت الكوباية والكوباية. خلاص يلا بينا، بسم الله. خدي بالك هتلاقي المطحنه بتكلمك، المطحنه هتلاقيها بتقول لك اطفيني كفايه كده. هتقول لك كده امتى؟ لما تكون وصلت للقوام المظبوط. واللي مخلي الموضوع ماسك في بعضه كده، بصوا عامله حيطه وماسكه في بعضها، الزيوت بتاعه السمسم اللي نزلت معاه. اروح كده واخداها كده بالراحه عشان ما تقعش مني، واروح واخده المطحنه ومنزلاها في البوله. انا كده طحنت السمسم، نوعين السمسم بتوع الطحينه الباودر. خلاص هقول لها البوله دي كده، بصوا النعوميه، هقول لها ايه؟ شكرا ليكي دلوقتي، مش هكمل الخطوه دي غير لما اطحن السمسم التاني. ولا ايه رايكم تيجوا نكمل دي مع بعض؟ ايه رايك يا استاذ احمد؟ نكملها، نكمل خطواتها على بعضها؟ طيب خلونا خلونا دلوقتي نشتغل في البودر، مفيش مشكله. اول حاجه عملتها كوبايه السمسم المحمص وكوبايه السمسم الني، طحنتهم مع بعض. عندي في المقادير نص كوباية دقيق، هروح مدياله حاجة بسيطة على النار عشان ريحته وطعمه ما يبانوش معايا في الطحينة، ودي النوعية الوحيدة بس اللي هحط فيها دقيق، لكن الطحينة الأصلية ياريت تعملوها من غير دقيق. هعمل ايه بقى؟ حطيت الطاسة على النار، الطاسة لسه باردة، ايديا اهي مستحملة، مش هحط الدقيق دلوقتي، وهجيب سباتيولا نقلب بيها. يا مدام نادية صباح الفل. صباح الخير يا وش الخير. صباح العسل يا حبيبتي، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ ايه بس الشياكه دي بقى، احب الشتاء انا والشياكه بتاعت ست الشتاء. ربنا يخليك يا مدام ناديه وما تحرمش مني. تسلم ايدك حبيبه قلبي على كل حاجه بتعمليها. يا رب يخليك يا مدام ناديه. انا عايزه طلب منك. عينيا اموريني يا رب. الحلبه المعقوده، ما يامرش عليكي ظالم ابدا يا رب. حاضر من عينيا. انا عايزه كيلو العسل ياخد قد ايه، ولا حضرتك هتعمليها؟ تحبي تستني نعملها مع بعض؟ ممكن. اعرف بس قبليها هتعمليها، اكون موجوده. خلاص ماشي، انت موجوده معانا على طول يا
مدام ناديه ما تغيبيش عننا ابدا. طبعا ما استغناش عنك ابدا انت عارفه. يا رب ما تغيبي عننا ابدا يا حبيبتي. ولا استغنى عنك ولا تغيبي عن الدنيا ابدا. وبسمتك الجميله وكل حاجتك حلوه والله. ايه رايك في الطحينه بتاعتنا النهارده بقى؟ افكار مختلفه وحلوه وسهله وسريعه جدا. اشكرك يا مدام ناديه وخليكي بقى معانا للاخر. شوفي الطحينه بتاعتنا امتى هقول الدقيق اتحمر او الدقيق راحت منه الرطوبه اللي بتديله ريحه الدقيق وكده ما بقاش فيه ريحه، لما اشيل كده واروح ماسكاه هو لسه هو بارد؟ لا شكرا. لما بقى اروح واخداه كده وماسكاه الاقيه سخن سخن من غير ما ياخد لون، يبقى خلاص كده عشان طعمه ما يبانش معايا خالص خالص في الطحينه. وزي ما اتفقنا الدقيق بس مطلوب في الطحينه البودر في الفكره بتاعتنا النهارده. تاني اهو بس خلاص هو سخن كده. شكرا جزيلا. هعمل ايه؟ هاخد نص كوبايه الدقيق دي عندي واحطها على المقدار اللي انا عملته اللي هو كان كوبايه سمسم محمص وكوبايه سمسم ني عليهم كده. ماشي يا ستي. وبعدين هنعمل ايه؟ اروح مقلبه كل ده كده في بعضه. المنظر ده مش عاجبني. طب هتعملي ايه؟ هروح واخداهم في الكبه لفه واحده صغيره بس، هتلاقي الدنيا فرولت معاكي. انت بتعملي لنا اختراع النهارده هتشوفوا يا جماعه. ما تستعجلوش، تعالوا مطرح على طول ما طحنت السمسم في الاول واخداها بقى بالدقيق كده شويه بشويه. ودي مش هتاخد وقت معايا، دي يا دوبك لفه واحده وشكرا ليها. يلا بينا ونحضر لها بوله جنبنا. بسم الله اهي. يلا شفتوا خلط بسيط جدا. تعالي شوفوا القوام، ولا باين فيها دقيق ولا ايتها حاجه. بصوا عامله ازاي بقى، نعمت خالص ازاي ودافيه بدفيان الدقيق اهي كده. دي بقى يا ستي ايه؟ الطحينه البودر. نكمل كميتها ونشوف ازاي دي بعد كده تتحول لي لطحينه خام. نحط الباقي كده. بسم الله. يبقى انا الاول طحنت كوبايه سمسم ني، كوبايه سمسم محمص، وجايبه المحمص كده متحمص من العطار زي ما هو، ما حطيتهمش على النار، طحنتهم على بعض. وبعد كده حمصت نص كوبايه دقيق وحطيتها عليهم ورجعت طحنتهم تاني في المطحنه. ده اللي بنعمله. طبعا يا استاذ احمد انت عمال تقول هي دي هتبقى طحينه ازاي صح؟ عمال لا مش هتشوف دلوقتي، وهتشوف الاستغراب بتاعك ده هيتحول لايه دلوقتي؟ هيتحول لاعجاب. ننزل كده اهي. استنوني استنوني واصبروا عليا شويه. قولي لي يا كنزه تاني. طيب ماشي. مدام سهام اهلا وسهلا. مدام سهام صباح الفل عليكي. صباح الورد يا حبيبتي. صباح العسل حبيبه قلبي. طبعا تسلم ايديكي على كل اللي انت بتعمليه. تعيشي ربنا يخليكي يا رب وما تحرمش مني. انا اولا مقيمه في الكويت وجايه زياره القاهره. اهلا وسهلا. هناك بقى ما بعرفش اتصل عليكي نهائي خالص يعني. يا حبيبه قلبي منورانا. من اسعد اوقاتي ان انا كلمتك دلوقتي والله يشفيها. ربنا يخليكي تعيشي. تسلم ايديكي طبعا على الطحينه الجميله، بس معلش معلش عايزه المقادير تاني. حاضر من عينيا. حاضر حاضر. على فكره انا عملت لك صداقه على الماسنجر وبعت لك الكحك والبيتفور بتاعي، مش عارفه فاكراني ولا لا. لا والله اهلا وسهلا بيكي. حاضر من عينيا ننزل لك المقادير. ونورتينا النهارده يا مدام سهام. واتمنى انك طول ما انت موجوده في مصر ومنورانا في مصر كده تكلمينا على طول باذن الله. نكمل اخر شويه عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض. بسم الله. بس هي لفه مع الدقيق، مجرد ان انا بفرولها مع دي مش اكتر من كده. وبعدين يا ستي حكايه البودر بتاعتك دي النهارده هتعدي على خير ولا هتعدي على كل خير ان شاء الله؟ بصوا بقى. طيب انا كده عملت الطحينه البودر يا استاذ احمد. المقادير بتاعتها اهي لمدام سهام اللي طلبتها. الطحينه البودر اهي يا حبيبتي. كوبايه سمسم محمص،
وكوبايه سمسم ابيض ونص كوبايه دقيق بس، مش اكتر من كده. طيب انا كده خلاص عملت طحينه اهي، بصوا بودره خالص ناعمه وزي العسل. دي هتتحول لي ازاي لطحينه خام بقى؟ انا هحتفظ بيها كده، هحطها في برطمان، وعايزه تحطيها في المطبخ، تحطيها في الثلاجه، مش فارقه خالص. دي كده طحينه اهي بودره، طحينه خام بودره. هحولها ازاي لطحينه عاديه لما اجي استخدمها؟ هاخد منها كده شويه اي كميه انت عايزاها. وبص بقى يا استاذ احمد، تعالى زي ما قلت لك هتتحول ان شاء الله لاعجاب. خدت منها شويه اهو، انا دلوقتي جايه استعملها، واجيب مضرب يدوي واجيب الزيت. دي لا عليها زيت ولا عليها حاجه، دي سمسم ودقيق بس. تعالوا بقى كده، ادي شويه اللي خدتهم منها اللي لسه عاملينها مع بعض دلوقتي على الهواء. بسم الله، واحط عليها شويه زيت واقلبها، ولو احتاجت زيت تاني هحط، ان الزيت هو اللي هيحولها لي لطحينه خام على حسب القوام اللي انت عايزاه. قلبي، بسم الله. ايه ده يا استاذ احمد اللي بيحصل ده؟ الحق، دي اتحولت لطحينه، الحق. ايه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ الحقوا، ده الطحينه البودر اللي لسه عاملينها اتحولت لطحينه خام، قوام وريحه وطعم زي العسل. اهو اهو، بص اهو اهو، بصوا القوام، شايفين قوامها اهو. انتوا فين؟ قولوا لي انتوا فين وانا جايلكوا. اهو بصوا اهو، استاذ احمد عايز يجيب لكم قوامها كده. بقى اروح متبلاها وحط عليها شويه خل وعصير ليمون، وهحولها لسلطه الطحينه زي العسل. ايه ده، قوام كده، احتفظ بيها باودر وبعدين اروح عامله كده تتحول لخم على طول اهو، وريحتها في منتهى الجمال، الله اكبر عليها. دي كده الطحينه البودر بتاعتنا اللي هي فكرتنا الاساسيه النهارده، اللي زي العسل، تقلي خففي زي ما انت عايزه في ايديكي. يعني دلوقتي لو زودت شويه بودر تتقل، لو زودت شويه زيت تخف، ممكن تستغني عن الزيت وتعملي الحركه دي بميه، مفيش اي مشكله خالص. خلاص كده، دي اول حاجه معانا النهارده في حلقتنا الطحينه البودر. طيب نجيب اللي احنا عاملينها ونزود عليها. بسم الله، دي اللي عملتها لكم الصبح، كاس الطحينه العالمي، وهزود عليه البودر اللي لسه عاملينه حالا مع بعض، والباقي هنحوله دلوقتي لسلطه الطحينه سوا. ادي كده اهو، شايفين ازاي؟ ادي الطحينه البودر بتاعتنا، حطمان وغطيها واكتبي عليها الطحينه البودر، ما شاء الله عليها زي العسل. نقدمها، يلا بينا يا استاذ احمد نقدمها، وهسيبها لك بقى تعيش معاها زي ما انت عايز. ادي اول وصفه معانا النهارده. استاذ رجب اهلا وسهلا. طيب يا ريت يا استاذ رجب تكلمنا تاني بعد اذنك. هحولها بسرعه كده لسلطه الطحينه، ازاي؟ الطحينه البودر بتاعتنا اللي عملناها، هناخدها كمان على اللي احنا لسه عاملينها، نحط دي على دي. بص كده يا استاذ احمد، اهي كده، شفتوا بقى استاذ احمد معجب بيها ازاي؟ ماشي يا عم احمد، ماشي. ادي كده البودره، ادي كده ايه البودره اللي زي ما اتفقنا، اما اجي استعملها هروح حاطه شويه زيت واقلبها، واشوف تقيله اروح مزوده زيت تاني. بصوا تقيله، القوام ده تقيل معايا، هزود شويه زيت شويه ميه براحتكم خالص كده اهو، لغايه ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. انا دلوقتي بعمل ايه؟ بعمل منها سلطه الطحينه اهي كده، ماشي. مش هحط زيت تاني، انا لو عايزه بقى هزود ميه. هعملها بقى سلطه ازاي؟ مقادير السلطه بتاعتنا يا جماعه، نزلوا مقادير السلطه مفيش مشكله، ونجيب معلقه سلطة الطحينة اللي هعملها من الطحينة البودر. ادي ملح، شوية ملح كده، ماشي. ايه تاني؟ سنة شطة وسنة كمون اهي، الطحينة بتحب الكمون اكتر، ما بحبش احط فيها توم غير لو مع السمك بس. وبعد كده الخل وعصير الليمون، يبقى انا حطيت ملح وشطه، وادي شويه عصير ليمون، ملح وشطه وكمون،
وحطيت عصير الليمون، واروح حاطه الخل، شويه خل كده، وبعدين هروح مقلباهم كويس قوي في بعض اهو كده. اسرع سلطه الطحينه، وريحه التوابل على طول مع الليمون والخل بتبان جدا، ما تتخيلوش قد ايه. وسنه زيت هنا عشان تفضل سلطه الطحينه بتاعتي تلمع، سنه زيت مع الخليط. لو انت بقى هتعمليها للسمك هنزود فص ثوم في نفس الخلطه دي. بصوا كده خلاص انا ظبطتها، واروح حاطه كل الخلطه دي عليها. لو لقيتها تقيله هخفها بميه، مش هخفها بزيت تاني. ادي كده اهي، ادي مقادير سلطه الطحينه اهي. بسم الله. اول ما هتحطي عليها الخلطه هتلاقي الخل هيخليها تقفش معاكي شويه. لفي كده دوبي وشوفي محتاجه ميه ولا هي كده تمام. بصوا ريحتها بقى طالعه عسل عسل عسل. لا شايفين الخل خلاها قفشت ازاي؟ عشان دي طحينه اصليه. لو دي بقى الطحينه بتاعت السوق عمرها ما تقفش كده مع الخل. كده نزود ميه، ودايما اقول لكم الميه بتاعت الطحينه سلطه الطحينه تبقى ميه من الحنفيه، تبقاش ولا ميه سخنه ولا دافيه. السخنه او الدافيه بتخلي الطحينه بعد ما تبرد تعمل قشره على وش الطبق، تبوظ لك الدنيا وقوامها يختم. لكن الميه العاديه تديكي القوام عسل. بصوا الله اكبر عليك، كل ما عماله احط ميه تنفش ازاي. بصوا يا استاذ احمد الطحينه بتاعتنا وجمالها النهارده، بصوا الشويه اللي كنت حطاهم ادوني شويه طحينه قد ايه. ايه رايك بقى؟ ايوه لا سحر ولا شعوذه، شويه بودره طحناهم على ايدينا، بصوا عمالين يعملوا لي طحينه قد ايه، ولسه عايزه تاني. والله يا جماعه يعني مش قادره اقول لكم جميله قد ايه. اللي هيعملها في البيت هيعرف الدنيا دي عامله ازاي. ما شاء الله دنيه الطحينه البودر دي اهي، نص البوله اتملى من الشويه اللي كانوا في القعر، ولسه عايزه تاني اهي كده. بصوا لسه عايزه تاني، بصوا شايفين التقل بتاعها. يعني انا عن نفسي انا كبهير انبهرت. وخلاص نقدمها كده. بس انا ما بحبش سلطه الطحينه تبقى خفيفه كده، حلوه قوي. ادي اللون وادي القوام بتاع سلطه الطحينه من معلقتين ثلاثه طحينه بودر اللي عملناها مع بعض. نجيب طبق بقى ونقدم العسل ده ونشوف هنعمل ايه تاني، عشان لسه عندنا الطحينه بقى الاصليه كمان، مش عايزين الوقت ياخدنا. بسم الله. هجيب بقى طبق التقديم وشوف بقى القوام معانا يا استاذ احمد عامل ازاي، ووري كل حبايبنا. ادي قوام سلطه الطحينه من الطحينه البودر اللي عملناها مع بعض اهي. عايزين ايه تاني بقى اكتر من كده؟ ايه رايكم؟ عسل عسل عسل. ادي سلطه الطحينه، نظبطها كده بس زي الفل. وممكن كمان نديها جرنشه كمان لذيذه وسهله جدا. ازاي؟ فين البولات الصغيره يا ولاد؟ البولات الصغيره فين؟ اهي بصوا بقى. شفتها خلاص. ثانك يو. هعمل ايه؟ انا عارفه هنعمل ايه دلوقتي. هنعمل لها لطبق الطحينه ده جرنشه حلوه كده، عشان زي ما دايما بقول لكم اهم من الشغل ظبط الشغل. زي ما انا بعمل كده عايزه اقف كده في مكان نضيف. هجيب بولتين صغيرين، هحط في واحده كمون، واحده شطه. ادي كده هنا معلقه شطه ماشي، وهنا معلقه كمون خلاص. وبعدين هنجيب الزيت، وعندي معلقتين صغيرين، لازم يكون معلقتين مختلفين. وهحط هنا شويه زيت واقلب كده. الزيت بتاعها هيبقى لونه احمر من الشطه اهو كده. شويه زيت كده وتقليب. بصوا بقى عملت ازاي، الزيت بقى محمر ازاي من الشطه ماشي. والناحيه التانيه زيها بالظبط، شويه زيت وهقلب. هي الست دي بتعمل ايه النهارده؟
الست دي عماله تخترع لنا من ساعه ما جت ليه كده. بقى الزيت لونه اخضر، يبقى انا هنا كمون استفدت بطعم الكمون والشطه والزيت في الطحينه مع شكل جمالي، اللي هو ايه الشكل الجمالي؟ يلا بينا. ادي بصوا بقى، ادي طبق الطحينه، هاخد من الشطه والزيت بتاعها، بسم الله، خط كده كده بالشكل ده هنا كده ماشي، واسيب حته فاضيه للكمون، واجي هنا اروح عامله خط تاني كده، تخلص معايا اكمل كده، تاني كده، ده الزيت بالشطه ماشي اهو. وبعد كده هروح مكمله كل الفاضي ده بقى بالكمون. ازاي؟ كده اهو ماشي كده. في ايه يا جماعه بره؟ في ايه؟ مش عارفه. ماشي، ونروح جايين جايبين بقى بص السكينه اي حاجه كده رفيعه، واروح ماشيه كده، واروح راجعه كده، وامشي كده 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 بالشكل ده اهو. ايه رايكم؟ ده شكل طبق سلطه الطحينه بتاعتنا، شكل جمالي وخفيف، وفي نفس الوقت الزيت اللي موجود مع الكمون والشطه اديني طعم حلو جدا جدا للطحينه بتاعتنا ماشي. وهخلي البولتين دول برضو هستخدمهم دلوقتي. طيب عايزين بقى بسرعه وفي عجاله كده نعمل كمان طحينه الشركات اللي هي بالسمسم الاصلي. نقدم طبق السلطه بتاعنا كده، وتعالوا بقى هنا نفس الحكايه، بس هنا مش هطحن كل ده كده، احنا عرفنا الفكره. انا عندي برضو دلوقتي هعمل طحينه الشركات، هعملها زي مش البودر بقى، الطحينه الخام العاديه. نفس الحكايه، انا عندي سمسم محمص، كوبايه وكوبايه وكوبايه زيت. هاخد في الاول في مطحنه الخلاط السمسم على بعضه كده، ونشوف هنعمل ايه. نضرب نعمل معايا دي نفس الخطوة الأولانية اللي هي طحنت السمسم على بعضه ماشي. ندي كمان شوية صغننين، وبعدين نشوف بعد كده الخطوة ايه اللي بعد كده. نفس الحكاية، سمسم أبيض ومعاه السمسم المحمص اهو. يلا بسم الله نضرب. بس انا كده عملت الكميه كلها برضو استدركتكم عشان اعمل الكميه كلها، اللي هي كوبايه سمسم محمص وكوبايه سمسم ابيض ماشي. بعد ما طحناهم في مطحنه الخلاط، ايه الخطوه اللي بعد كده؟ نشيل بس الاخت دي كده، شكرا ليها كده. يبقى انا الاول طحنته في مطحنه الخلاط نوعين السمسم على بعض بدون اي اضافات، وبعد كده هيجي لي بقى دور الخلاط هنا بسم الله، وهروح واخده نص الكميه بس اللي انا عملتها الاول. عايزين نحط شويه زيت على سكينه الخلاط، وده مهم جدا، نص الزيت اللي عندك في المقادير يتحط الاول على سكينه الخلاط. ليه؟ علشان البودره ما تنزلش تقيله على السكينه وما تنعمش معايا وتوقفني الخلاط بدري بدري. ادي كده اهي،
والله لو الخلاط بتاعي ده نفع ياخد الكميه كلها يبقى ليه لا، يبقى خير وبركه. ايه رايك يا استاذ احمد؟ يلا بينا مره واحده، يلا بينا. توكلنا على الله، احنا لسه هنحط شويه بشويه. يبقى انا عندي سكينه الخلاط من تحت عليها شويه زيت، وبعد كده حطيت البودره كلها اللي عندي، وبعد كده هروح قافله الغطا ونشيل الفتحه اللي فوق في الغطا دي عشان هنزود منها الزيت على حسب ما الكميه بتاعتك تاخد. خلاص، المهم عندي في كل الموضوع ده الزيت اللي تحت ده، هو ده الاصل معايا. يلا بينا، بسم الله. افتح اقلب، بص اللي جيت اقلبها نزلت لوحدها، يعني مستنيه بس ان انا افصل الخلاط كده اقلب وهروح مديه تاني. انا حطيت من فوق كده نص الكوبايه، الباقي مش اكتر من كده. احنا عندنا في المقادير كوبايه، خدت نصها تحت الاول على السكينه والنص التاني على الغطا من فوق، مش هزود اكتر من كده، تديني قوام زي الفل باذن الله. يلا بينا. وخلاويص، بسم الله. نشوف بقى قوام الطحينه بتاعتنا، الطحينه الخام البيتي اللي هي بتاعه المصانع. عايزين بقى نوريها يا استاذ احمد لحبايبنا كويس قوي القوام ناعم ازاي وسمكها عامل ازاي، وبتتحكمي في قوامها بالزيت. تمام، يلا بينا نزود على اللي انا عاملاها لكم الصبح. بسم الله، بصوا القوام عامل ازاي، شايفين الطحينه بتاعتنا اللي هي اصلا اول ما بتحطي عليها شويه ميه تنفش وتكتر، لانها طحينه اصليه من السمسم الاصلي اهي. بس يا جماعه زي الفل، الله اكبر عليها وعلى قوامها، لونها الجميل، ريحتها الجميله، وزي ما انتوا شفتوا مجرد ما بحط عليها شويه ميه قد ايه بتنفش معايا. يعني معنى كده الكميه اللي هتعمليها، لو جبتي مثلا نص كيلو سمسم محمص ونص كيلو سمسم ابيض، يعني كل كيلو شوفي ترميلك طحينه قد ايه، وتقعد عندك في التلاجه من السنه للسنه ما يجرالهاش اي حاجه خالص. وادي كاس الطحينه التاني، اتفضلوا. يبقى احنا كده النهارده عملنا نوعين الطحينه بتوعنا بفكرتين مختلفين، عملنا الطحينه البودر اللي هي زي ما قلت لكم دي الفكره بتاعه المصانع والشركات اللي ان شاء الله هتاخد السوق قريب، عملت لكم بيها سابقه اهي، وطلعنا منها كمان عملنا سلطه الطحينه، وفي نفس الوقت عملنا كمان الطحينه الخام الاساسيه العاديه جدا بتاعه المصانع والشركات بدون اي اضافات، سواء دي او دي السمسم هو الاصل فيها، ولازم المحمص والابيض يكونوا قد بعض بالظبط. الخطوات بتاعتهم في الاول واحده، الاثنين بطحن السمسم على بعضه في مطحنه الخلاط الصغيره على قد ما تاخد شويه بشويه. بعد كده بالنسبة للطحينة البودر بجيب نص كيلو نص كوباية الدقيق اللي في المقادير، تحميصة خفيفة خالص على النار، وبحطها على السمسم بعد ما طحنته، وارجع اضربها تاني في المطحنة فبتديني بودرة ناعمة. وعرفنا ازاي بحولها لطحينة خام، اللي باخد منها شوية على شوية زيت واقلب بتفك وتديني الطحينة الخام عادي جدا. وبعد كده الطحينة بتاعتنا الأساسية الطحينة الخام، بعد ما طحنت السمسم حطيته في شفشق الخلاط، ونزلت الاول على سكينه الخلاط بشويه زيت، وبعدين حطيت السمسم المطحون، وبعدين قفلت وابتديت ادور وازود الزيت سرسوب خالص من فوق من الغطا، تلف معايا وتديني قوام الطحينه الناعم اللي في منتهى الجمال.
يا رب الفكرة تكون وصلت لكم. تقوموا دلوقتي على طول تعملوها، الطحينة بره بقت غالية جدا، كل اللي هتكلفك شوية سمسم بس مش أكتر من كده، وتعملي أحلى نوع طحينة. اختاري بقى اللي يعجبك. لو هتسأليني هقولك الباودر، الباودر بصراحة اللي هي إيه، اختراع يا كوتش يعني بمعنى أصح. نقربهم بقى كده اهوت من بعض، من عيني علشان تشوفوا الدنيا عاملة ازاي معانا كده. كويس ماشي جدا، يلا بينا. اعملوا الطحينة وبعتولي التطبيقات علشان ان شاء الله نعرضها مع بعض. ودلوقتي هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس هو القناة تتغير.